في موقع يمن مونيتر نقرأ تقريرا حول ارتفاع المخيف في أعداد الإعاقات الدائمة بين أوساط المدنيين والعسكريين منذ بدء الحرب التي دخلت عامها التاسع، حيث أصيب آلاف اليمنيين بالإعاقة بسبب انفجار الألغام والمقذوفات في الطرق والمنازل والجبال. وأضاف الموقع أن أعداد الضحايا لا تزال مرتفعة بسبب الألغام الأرضية والفردية والألغام التي زرعتها جماعة الحوثي بأشكال قريبة للطبيعة مثل الأحجار والمجسمات النباتية، ووزعتها على جنبات الطرقات وفي الحقول والمزارع والمناطق المأهولة بالسكان. وبحسب يمن مونيتر، فإن العديد من الذين يتعرضون لانفجار الألغام والمتفجرات يضطرون للسفر إلى الخارج للعلاج أو لتركيب أطراف صناعية بسبب ما يعانيه الجانب الطبي في البلاد من تدهور وشح في الإمكانات الطبية، الأمر الذي انعكس سلبا على الكثير من الجرحى ممن لم يحالفهم الحظ في السفر.